السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا عارفين موقع ليوناردو من المواقع القوية جدا في تحويل البرومت لصور، وبدأ يدخل فيه إمكانيات حلوة هنشوفها. لكن هم نزلوا حاجة اسمها فينيكس جديدة، تمام؟ عبارة عن إيه؟ إن هو بيدي أداء أعلى للصور اللي المفروض إنها تطلع. يعني لو أنت استخدمت برومت قبل كده جربه مع ليوناردو هيديك أداء أفضل. هو أول ما فتحت راح بدأ يشرح لي الإمكانيات اللي موجودة بحيث ان انت تقدر تتحكم اكتر في الصور اللي هتطلع لك. طيب ليتس جو. زي ما انت شايف عنده ايمج جنريشن، عنده ريال تايم كانفا، مساحه من العمل تقدر تعدل كانك عندك تعديل في الصور، وكذلك كانفا اديتور موشن لو انت عندك صوره ثابته يبدا يدخل فيها حركه. ريال تايم جنريشن دي حاجه تحفه، ان انت كل ما بتكتب التكست هو اوتوماتيك بيبدا يعدل في الصوره، ف يعني بتلاقي كل شويه صور بتطلع لك وانت لسه بتكتب. ودي نماذج للناس عملت صور، ممكن تكون في كلمه فيهم عجباك تقدر انت تفتحها وتاخد البرومت، تمام؟ دول ناس عاديين، يعني ناس مستخدمين يوزر عاديين. طيب خلينا اقول له كرييت نيو ايمج او ادوس على ايمج جنريشن. طيب هنا سينماتيك، تمام؟ طيب لو انت مفعل دي هتلاقي الجزء ده مش هيشتغل معاك، فمفروض ان انت توقفها. وتعالى نيجي هنا هتلاقي دي طرق او يعني بريست للصور بتاعتك، فاحنا ممكن نروح مختارين منها ان احنا عايزين نشتغل على الفينكس لان دي اللي نازله جديده. بتقدر تجرب اي واحده من دول كانك انت مثلا عايز الصوره بتاعتك رياليستيك او عايزها فوتوغرافي او عايزها انيمي. عايزين نجرب فينكس، هندوس عليها. واللايتنج ده برضو حلو، ماشي. طيب هات في ديت نقدر نكتب البرومت بتاعتنا، تمام؟ وهنا بيقول لي البرومت انهانس، انت عايز يحسن لك البرومت ولا لا؟ لو قلت له اوف يبقى هو التزم بالبرومت بتاعك، لو قلت له اوتو هيبدا يحاول يعدل في البرومت لو البرومت بتاعك قصير او فيه مشاكل. طيب انا هقول له جنريت، هياخد مني 12 نقطه، هيختار 12 نقطه. البريسيت ستايل تبدا تختار هنا الكونستراكت ميديوم ولا لو ولا هاي. الجنريشن مود ممكن تقول له كواليتي او فاست، عايزه بسرعه ولا عايز يهتم بالكواليتي. عايز كام صوره؟ طبعا اربع صور بيخصم منك نقط كتير، فممكن تقول له ثلاث صور او صورتين، تمام؟ دي صوره قبل كده عملتها على ليوناردو، ماشي. ممكن تجرب كنا مجربينها على ستايل تاني غير فينيكس. ممكن تروح قايل له بقى انا عايز نفس الصوره بس هتقلي مثلا، تعال نجرب، ماشي. ونقول له جنريت. دي النقط اللي عندي، بالشكل دوت طلع لي صور بجودة أعلى، تمام. وفي إمكانية برضو لو قلت له خلي اكتب لي كلمة كذا يبدأ إن هو يكتبها لك بشكل حلو. ففي شويه تطورات كويسه جدا في موقع النورت، من الموقع اللي كل شويه كل ما تدخل بتلاقي فيها حاجات جديده ما تكونش انت شفتها قبل كده، تمام. فبحب انا استخدمه بالذات ان هو بيديك نقط بشكل يومي، كل يوم بيديك نقط، تمام. فاتمنى الموقع يعجبكم ان شاء الله، كل شويه بيحصل فيه تعديلات. دي الاسعار بتاعته لو انت ناوي ان انت تشتري، بس انا بالنسبه لي الفري حتى الان كويس، تمام. طبعا بالفلوس بيبقى فيه امكانيات اعلى بكتير، تمام. يعني ممكن مثلا هنا تقول له انا الصوره عايزها برايفت، ما توريهاش الناس كلها، ده لو انت دافع فلوس. ففي امكانيات اعلى طبعا لو اشتريت او اشتركت في الاوفر بتاعهم.